سليم المسيح من برنامج الكلمة. فما أبناء الجسد هم أبناء الله، بل أبناء الوعد هم الذين يحسبهم لله أو الله نسل إبراهيم. من بعد ما رفقنا القديس بولس بالإيمان يلي منعيشه مع يلي سبقونا بالقرن الأول المسيحي، سواء إجوا من العالم اليهودي أو العالم الوثني، فهمنا هالرسول أنه اليهود ما بيقدروا يستندوا لشريعتهم حتى ينالوا الخلاص، وهن رفضوا أنه يكونوا مع المسيح مثل الابن الأكبر بمثل الابن الشاطر، حسوا حالهم خارجا فتساءلوا وكأنهم عم بيلوموا الله على الاختيار والعهد بين الله وشعبه، واعتبروا أنه الله خان عهده. فبين لهم بولس الرسول أنه الخيانة تجي من البشر وليس من الله، فخطيئة شعب إسرائيل هي يلي أبعدتهم عن الخلاص المعطى بيسوع المسيح. وبما أنهم رفضوا الخلاص انتقل الإنجيل إلى الوثنيين. الله حر بتصرفاته، خصوصا لما منبتعد عنه ومنبحث عن طريقنا الخاص. الاختيار والإيمان عنوان حلقة اليوم من برنامج الكلمة مع المونسينيور الدكتور بولس الفغالي، دكتوراه لاهوت، دكتوراه تاريخ أديان، دبلوم عالي كتاب مقدس. مونسينيور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بذكر المشاهدين أنه عم نتأمل برسالة القديس بولس لأهل روما الفصل 9. أبونا، العنوان الفصل 9 من رسالة روما هو الله ومختاروه. إذن الله هو من يختار. كيف بدأ اختيار الله للشعب الأول وبماذا تميزوا عن الوثنيين؟ هون إذا قرينا بالقسم الأول منشوف وين اختيارهم، منلاقي هون بالآية إذا فتحنا آية 9 شو حصل لهم هن من هالاختيار. بآية فصل 9 آية 4 بيقول لهم المجد والعهود والشريعة والعبادة والوعود. فإذا المجد مأكد لأنه هن عبدوا الإله الواحد مجدوا الله، هي أول واحد. ثم العهود مع إبراهيم، نعم، مع موسى، مع داود. الشريعة حملها موسى. بعدين العبادة كمان موسى نظم العبادات وكمل الشغل داود وسليمان. والوعود عندنا كأكثر من واحد، وعد مساء إبراهيم، وعدوا موسى، وعدوا إلى آخره. وبيكمل أهم شيء ومنهم كان الآباء، يعني إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى، جاء المسيح في الجسد. إذن أهم شيء اللي كبرهم واللي مجدهم أنه يسوع إجا بالجسد عندهم بأرضهم. كان ممكن يجي بالصين، يجي بالهند، يجي بمصر، يجي بالجزائر، يجي بفرنسا، إجا لعندهم. إذن هن لما عطاهم كل هالأمور يعني اختارهم. كيف يختار غيرهم؟ فإذا اختارهم حتى يكون عندهم كل هالسبل والوسائل حتى يفتخروا. نعم. يعني لما بيقولوا بيعتبروا حالهم هن انه شعب الله المختار، فينا نقول انه ما هون حق معناتها. هن ايه ربنا اختارهم، بس هون انتبه كثير. انا مثلا ككاهن ربنا اختارني حتى اكون كاهن. انت كسيده اختارك ربنا حتى تكون ام بيت. لكن شو صار؟ هو الاختيار لوجهين. الوجه الأول هو أن أنا أفتخر أنه أنا كاهن والناس بيحترموني وبيعزوني مبدئيا لأني كاهن. لكن الاختيار يعني مسؤولية. اليوم اللي باخذ الافتخار الاختيار حتى افتخر بس أنا، هيدي كتير بشعة. وهيك عمل الشعب اليهودي، لبث يفتخر انه هو نال الوعود والعهود والشريعه ولكن نسي المسؤوليه. وهون كتير مهم لما بنقرا نحن انجيل متى،
يجي المكتب الفصل واحد حتى 15. كأنه يسوع بلش يبشر الشعب اليهودي حتى هن يحملوا معه الرسالة. كتير مهمة هيدي. حتى بيقول لهم بالفصل 10 للتلاميذ: لا تروحوا عند الوثنية، لا تروحوا عند أهل السامرة، روحوا أول شيء إلى الخراف الضالة في بني إسرائيل، يعني عند اليهود. ليش؟ هودي مثلا ردهم يسوع وبيمشوا معه من شان الرسالة. وبعدين أقوى من هيك بيقول للكنعانية، المرأة الكنعانية الفينيقية: أولا الخبز للبنين. مين البنين؟ يعني الشعب اليهودي. فإذا هاو منشوف كان لازم هن لو يدخلوا بمخطط الله الخلاصي، كانوا مثل ما الرسل تركوا كل شيء وتبعوا يسوع، كان هن ممكن يكونوا حول يسوع ويبشروا. عمليا شو صار؟ إذا بننتبه من بعد صعود يسوع إلى السماء صار في مزاحمة، صار اليهود عم بيزاحموا المسيحيين. بأي إطار؟ كيف عم بيزاحموا؟ يعني أشتون المسيحيين. مثلا بغلاطيا، هيدي منطقة شوي ضيع حوالي أنقرة عاصمة تركيا الحالية، راح بولس بشرهم وأعطاهم الحرية في المسيح. قلناها مرات عديدة: أنا آتي إلى المسيح لا لأني لا يهودي ولا لأني وثني ولا لأني عندي شريعة، أبدا. الإيمان هو ارتباط مباشر بيني وبين الرب يسوع. شو راحوا إني ورا منه؟ راحوا ورا منه قالوا لهم: لا أنتم غلطين كتير، اصحوا أنتم لازم تكونوا يهود. ليه؟ لأن اليهود كان عندهم امتياز بالإمبراطورية الرومانية بالحكم يعني ولا لا لا امتياز يعني لها الحق. أول شيء ما بيروحوا على الجندية يوم السبت لهن هن، خصوصا المسيحية كانوا مجبورين يقدموا البخور لتمثال الإمبراطور وتمثال روما. يعني بدن يعبدوا عبادات روما، بينما اليهود كانوا معفيين من هالشهادة. أنتوا إذا كنتوا يهود أنتوا بترتاحوا، بس إذا كنتوا مسيحيين مأكد في صعوبة. من هيك بيقول لهم بولس امتياز، يعني أنه مش مثلهم مثل غيرهم. شفتي كيف؟ أول شيء ما بيروحوا على الجندية إجباري، لأنه هن ما بيأكلوا أكلة الناس، وعندهم يوم السبت ما بيحاربوا يوم السبت. وهوني من هيك مربولوس بيقول لهم مرة: أيها الغلاطيون الأغبياء، من بعد ما صرتوا مسيحية بترجعوا تعملوا يهود؟ مثل اليوم بكون الناس مسيحية مثلا بوار نكويتي شو ما كان يكونوا، بيرجعوا يعملوا شهود يهوه. وهنا بيقول لهم أنتوا أغبياء، أنتوا ما بتفهموا شيء أبدا، من بعد ما صرتوا مسيحيين بترجعوا لورا. فإذا شو كان منتظر؟ كان منتظر أنه هن يكونوا أول شيء مش بس يفتخروا أنهم يهود، من هيك كانوا يتكبروا على البقية. بالمدن العشر يعني بين دمشق وجرش وفيلادلفيا يعني عمان، كانوا يسموهم خنازير. اليهود يسموا الهوديك خنازير، واللي كانوا بيصوروا السيدة سموها كلاب. وبعدين يعتبروا أنه أرضهم أرض الشياطين، أرض فيها كل الشر. إذا افتخار على الفاضي، بينما الافتخار وهيدي مش بس اليهود. رجعنا أنا ككاهن أفتخر بكهنوتي، بس الكهنوت يعني الإيمان، الكهنوت يعني المسؤولية. نعم، لأنه مربوط بقول أنه إذا بدنا نفتخر بشيء نفتخر بالإيمان. فازم بس الكهنة هي مسؤولية. انت كمثلا سيدة مسيحية انت تفتخر انه حقيقة المسيح حررك، لانه كل العالم المن مش مسيحي، المرأة مش محررة، المرأة عبدي.
واذا بتعرفي مثلا بتشوفي بعض القبائل او بعض الشعوب بتبقى غير مطرح كيف هي المرأة مشيت. فاذا انت مسيحية وتحررتي بيسوع المسيح هتتحرر، انا احسن من غير الناس، لا صار عندي مسؤولية اكتر. طب ابونا كيف قلنا تميزوا اليهود عن الوثنية بشو؟ هلا هن اول شيء بالشريعة فهم اول شيء هوني كان يعبدوا اصنام، هوني عبادة الله الواحد. هلا الشريعة مثلا لا شك انه مثلا لا تقتل لا تسرق لا تزني كانت موجودة وين ما كان، لكن وين العظمة؟ العظمة انه بيقول له انا هو الرب الهك، يعني الوصايا اللي كانت موجودة بالعالم كله سواء ربطها موسى بالله، وكأنه الله هو اللي أعطاه، مش كأنه الله أعطاه، الله هو الذي يحاسب. مثلا من اللي قايين قتل هابيل مش الدولة بس بدها تحاسبه، إذا بدنا نقول مثل اليوم الله سأله أين أخوك هابيل، دم هابيل يطالب، كثير مهمة هيدي. حتى مثلا بيقول له إذا كنت عم تحصد قمحك أو عم تقطف زيتونك أو عم تقطف عنبك ما تنسى تخلي للفقير وللغريب واليتيم والأرملة، أنا الرب. أنا الرب، شفت كيف؟ مثلا إذا سقط حمار عدوك يجب أن تساعده، أنا الرب، يعني أنا أطلب هالأمور كلها، أنا بدي حاسب. وهوني إذا وصلنا على العهد الجديد لما الدينون الأخيرة بيقول لهم كنت جائعا أطعمتموني، عطشان سقيتموني، مريض زرتموني، أو العكس بيقولوا له متى رأيناك، بيقول لهم كل ما فعلتموه مع أحد إخوتي هؤلاء الصغار معي فعلتموه. بتشوفي هوني تغير كل شيء، صار الرب هو الذي يسند الوصايا. من هيك لما اللي عبدوا العجل الذهبي وقت موسى وكان يعني معه موسى شبه الوصايا، كسر اللوحات، كسر اللوحات كلهم، بقاش لهم عازي، لا ما نحن دقينا بأول وصية بس أنا هو الرب إلهك، لكن هالوصية تسند كل بقية الوصايا. إذا هذه هالوصية راحت البقية ما بقى له، ما لهم أي قيمة. إذا بدك مثل العمود ساند البناية، لما تشيل العمود توقع البناية كلها سوا. فإذا هوني هن أصحابنا كان مطلوب منهم يكملوا الطريق، خاصة نحن مثلا بالمسيحية ما اكتفينا بالشريعة، الأنبياء كأنهم هيئوا الطريق ليسوع المسيح، ليش ما كملتوا الطريق مع يسوع المسيح؟ شفتي كيف؟ صاروا وراح نشوفها هوني، صار في حجر العثرة، صار في حجر العصار، بعد ما يمشوا مع يسوع المسيح مشوا بعكس السير. طيب أبونا اعتبر اليهود أنه كلام الله فشل لأنه وعد إبراهيم بالنسل كبير وهن صاروا بالخارج، طيب هل إسرائيل الشعب الله هو حسب الجسد يعني أم حسب الروح؟ مين كيف بدنا نشوف الشعب الله؟ هاوني إذا خدنا بالتصديق لحديثي بآية 6 بآية 9-6 ولا أقول إن وعد الله خاب أو فشل، لا أقول وعد الله خاب أبدا. وهون بيعطينا الجواب، فما كل بني إسرائيل من إسرائيل، في ناس مختونين خارجيا هم مش بني إسرائيل، في ناس بيمارسوا الوصايا خارجيا هم مش إسرائيل. وبيرجع بيقول ولا كل الذين من نسل إبراهيم هم أبناء إبراهيم، يعني مثلا كان في إسماعيل كان في إسحاق وحده نسل إبراهيم المؤمن هو إسحاق، كان في عيسو ويعقوب ولاد إسحاق فقط يعقوب هو نسل إبراهيم، كان في إذا بدي إسحاق يعقوب، كان في يعقوب إبراهيم إسحاق يعقوب، إسحاق عنده يعقوب وعيسو، نعم عيسو ما كان بالنسل يعقوب وحده، لأنه هو تخلى عن بقريته من أجل تخلى بس هو جسديا، ما أنت قلت كثير سؤالي كان حلو، حسب الجسد، إذا حسب الجسد مش كل اللي حسب الجسد
هن أبناء إبراهيم. مش كل حسب الجسد هن أبناء الموعد. مش كل حسب الجسد. وهون رح يقولوا أباء الكنيسة هناك إسرائيل الحقيقي. يعني إسرائيل اللي كانوا أبناء الأسباط الاثني عشر ما بقوا إسرائيل حقيقي. لما أقول مثلا بتعظم نفس الرب عضد إسرائيل فتاة ما بقى 12، خلص إسرائيل فتاة صارت الكنيسة. يعني شعب إسرائيل شعب الله، شعب الله الجديد اللي هو مشي. صار في إذا بدك إسرائيلين، إذا بدك إسرائيل الأول اللي هن حافظوا على موقعهم ورفضوا يمشوا وراء يسوع المسيح، وإسرائيل اللي تبع يسوع المسيح، هذا هو إسرائيل الحقيقي. هوليك لبثوا على مستوى الجسد، على مستوى اللحم والدم، وهلو يصاروا على مستوى الروح. ومن هون بتتلاقى، رح نرجع لها يرأقب بعدين، رسالة الغلاطيين، في عندك أبناء الجسد وأبناء الروح. أبناء الجسد هو إسرائيل العتيق، أما أبناء الروح هن فاز إسرائيل الجديد. وهي هذه الشعب اللي ولد من جديد يعني. إيه فاز لأنه هن شعب الله المختار. هل صار في شعب الله المختار؟ لا، شو المختار يعني؟ يعني ربنا اختاره وهن قالوا نعم. هذا الاختار في اثنين. المختار مش انه بس ربنا اختاره، انا مثلا انا كيف ربنا اختارني وانا جاوبته نعم. نعم، شفتي كيف الشيء ذاته؟ ربنا اختارهم مشوا معه، وراح بيقولوا لهم هلا راح بفهمهم مرات عديده انه انتم ما مشيتوا مع الرب. نعم. يا ما في مرات نعم. لا بس بدي لك انه هن من كثرة ايمانهم يمكن بالشريعة وتمسكهم بالشريعة كانوا وكأنه مغمضين عينيهم، يعني ما قدروا يقشعوا انه هالوعود يلي قطعها الله او هالوعد الاساسي بمجيء المسيح المخلص قد تم بيسوع المسيح. هن طريقهم كلها سوا رفض متواصل. اذا بتاخذي مع موسى كم مرة تذمروا على موسى؟ يا ريتنا متنا بمصر ولمشينا معك. لما جوا الانبياء رفضوا الانبياء، لذلك رفضا ليسوع المسيح هو بخط برفض متواصل. مش بس واقفه هون. مثلا اذا بنقرا مثلا اشعيا نشروه والشجره. اذا مثلا اذا اخذنا اربيا داش عذبوه رفضوه. من هيك بيقول لها يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمت المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تريدوا. إذن هالرفض هذا مش بس يسوع المسيح، لأنه هالرفض سابق مدة طويلة من أيام موسى حتى قبل موسى إذا بدك. يعني إذا بدك مثلا إبراهيم كان معه ابن خيه لوط، ترك عمه وراح إلى صدوم. موسى قتلوه 100 مرة. الأنبياء رفضوهم واحد ورا الثاني، شفت كيف؟ لذلك لما إجا يسوع المسيح كان الرفض النتيجة الطبيعية لرفض دائم. هل رفض الأنبياء مقبول؟ لكن رفض يسوع المسيح صفيتوا أنتوا برا. وهل اللي جايين من برا الوثنيه، رح نرجع لها متاكد هلا، اللي جايين من برا الوثنيه صاروا جوا. وانت قلتيها كثير حلو بالمقدمه، هذا الابن اللي كان بعيد اللي كان وثني طلع له اعلى حفله اجمل حفله، واللي قال له انا دائما معك، انت دائما معي، وكل ما لي هو لك، المجد والعهود كل شيء لك. لكن عمليا برا ما فات على الحفله، بقى برا، كان برا، هو بملك اراده اختار انه يبقى برا. نعم. هلا الشعب الاول هو كان الشعب اليهودي، والشعب الثاني هو الشعب المسيحي. فاين موقع البكر في تاريخ الخلاص بالكتاب المقدس؟ دائما هي غريبه. وربنا يعني كانه بيقول بإشعياء، بيقول طرقي غير طرقكم ابدا، أفكاري غير أفكاركم. عادة كان البكر هو كل شيء،
ولا بعده عندنا يعني. مثلا فلان عنده 5 6 اولاد، مين اكبر ولد؟ يوسف، ابو يوسف، اطول ابو اطول. هون بالكتاب المقدس انقلبت خبريه كلها سوا. مثلا مين البكر؟ اول شيء قايين صاحب المقتنى، وهابيل هو لاحق قايين. بالنسبه لربنا هابيل افضل، بيقول لما قدم نظر الى ذبيحه هابيل ولم ينظر الى ذبيحه قايين. اذا اخذت ابراهيم شزيته، اسماعيل هو البكر. بتقول الشريعه ولو كانت المراه غير محبوبه البكر هو البكر. بينما ربنا ما اختار اسماعيل لكن اختار اسحاق. نعم. شو الهدف ابونا من هال هيك يعني المخالفه؟ وبعدين شزيته يعني عيسو يعقوب الثاني. ربنا حتى يقول طرق البشر غير طرقي، كثير مهمة. وعادة ربنا بنقي الضعيف مش القوي. القوي بحسب حاله على مستوى ربنا، الغني على مستوى ربنا، العظيم على مستوى ربنا. لا، بتقول العذراء حتى المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين. أشبع الجياع خيرا والأغنياء أرسلهم فارغين. كثير مهمة هيدي على مستوى الكتاب المقدس. ولا أبشع من هيك، إذا بتاخذ داود بيروح صموئيل حتى يختار من بعد شاول داود، يختار ملك مش داود. بيشوف أول شيء إلياب شاب حليوة طويل إلى آخره، هذا هو. بيقولوا لا، السبعة رفضون. بيقولوا ربنا ولا واحد نقات ولا مين بعد فيه؟ قالوا في واحد مع الغنم مش له عازي، هذا بيطلعش منه شيء، هذا هو. قالوا هذا البديه. دايما ربنا هاي طريقته. لأنه اليوم بس بدنا نحن نبين قوتنا وعظمتنا وغنانا وشخصيتنا، ربنا بيرذلنا. ليش؟ لأنه كل شيء منه. نحن بنقول بالطقس البيزنطي مما لك نقدم لك. إذا أنا مثلا زكي أو أنت ست حلوة مثلا، فهمتي كيف؟ هلا صافي صافي تغزل، ايش تغزل؟ هو مش بتبيك هودي، هو عطية من ربنا. كل شيء عطية من ربنا. كل مرة الإنسان بده يحسب حاله إنه هو كل شيء، ربنا بيرزله. بيقول له أحلى شيء هذا إلياب شافه هيك عجبه لصابوئيل. بده يكون الملك الحقيقي، قال له رذلته. قال له أنا رذلته. شفتي كيف؟ كثير مهمة هيدي بالكتاب المقدس، سميها سر اللي بدك اياه، بس هذا الواقع. ولا مرة البكر هو الأساس. لأنه الله فكره غير فكر العالم. إيه نعم. إذا بدك هذا إيه. فإذن أبونا هلا رح ناخذ استراحة وبنرجع مشاهدينا لحتى نتابع حديثنا، خليكم معنا. رجعنا مشاهدينا لنتابع حديثنا حول رسالة روما، لرسالة مربولوس لأهل روما الفصل التاسع. وكنا عم نحكي أبونا عن موقع البكر بتاريخ الخلاص، فاليهود كانوا يعتبروا حالهم هن إنه البكر يعني هن الشعب الأول، هن الأساس، هن الأساس. هل فينا نعتبرهم لليوم بعدهم هيك اليوم ولا تخلوا عن هالموقع؟ من المؤسف إنه في كتير بالعالم الغربي بعده عم يبين انه اليهود هن الاساس. اول شيء الكتاب المقدس مش كتابهم هن، بحسبوا كتابنا. في بعض الطرح بيقولوا ايه بسيطه يا خيي، العهد القديم هو اليهود، العهد الجديد هو المسيحيين. لا، الكتاب المقدس هو منه اشخاص، مش تحت امرنا نحن، تحت امره كل يتجزا. هي اول نقطه يعني ايه. ما فينا اذا بدك بس بقول غير شيء انا بدي ابعد، انه نحن مش كتاب مقدس بخدمتنا، مش بدنا نصير متى بدنا نحن بدنا نسمع لأنه كلام الله. فإذا الكتاب مقدس مثل ما قلتي أنت من أول كلمة، سفر التكوين لا سفر الرؤية، هودي كلام الله. لن نخاص باليهود ولا بالمسيحيين ولا بالمسلمين ولا بالهندوسيين، ما حدا، هذا كلام الله. مش أنا أقول هذا لي أنا، أنتوا خليكم برا ملك حتى تقروا. نعم. هذا أول شيء. هلأ ساعتها في البعض بالغرب بيحسبوا انه اليهود هن الاساس. لا، لانه دائما الاول
بيروح، فأذن الثاني اللي هي اليوم الكنيسة هي المختارة، هي المختارة. من هيك عضد إسرائيل فتاه فذكر رحمته كما كلم آبانا إبراهيم. مين هل الإيمان؟ صحيح انطلق الإيمان، لكن قراءة العهد القديم لم تصل إلى غايتها في العهد الجديد. ظل العهد، إذا العهد القديم نقريه بدون العهد الجديد بيبقى ناقص. بالآية 15 بيقول أرحم من أرحم وأشفق على من أشفق، إذا ماني غلطانة. هيدا الكلام إنه الله عم بيقول هيك، فهل يعني في هيك مثل اعتباطية عند الله؟ يعني كيف يجب أن نقرأ هذه الآية، وخاصة إنه في إيميل من بشرة من بغداد، من وجه لها تحية كمان، بتشيل هيدا، بتسأل عن هيدا الآية، ولكن الله بيقولها لموسى، يعني يمكن أخذتها من العهد القديم، بقول أرحم من أرحم وأشفق على من أشفق. وبتقول يعني إذا الله يرحم من يشاء ويقصي قلب من يشاء، إنه هل هي محاباة عند الله؟ هون لازم، إذا بدنا منش طول كثير لأنه هي سفر الخروج حبيبتي، بس مهم جدا إذا بنقرأ كيف تصرف فرعون تجاه الضربات، في الضربات إذا بديك هالأمور بنسميها ضربات من الله على مصر حتى يلك صاحبنا. مثل ما قلت الاختيار، الاختيار الرب يختار. أي متى يصبح الاختيار واقع؟ لما أنا بقبل. إذا أنا ما قبلت كان ربنا ما اختارني. أنا بعطي مثل الغيم، تمرق الغيم فوق، إذا الغيم ما جاها برد ما بتنزل مطر، بتضل رايحة. شي زيته، ربنا هو الرحوم، هو مستعد يرحمنا، بس نحن مستعدين نقبل رحمته؟ شفتي كيف؟ كتير مهمة. نحن بس قول أرحم من أرحم، صحيح، لما نحن بنرفض رحمته ما وصلت لينا. شفتي كيف؟ كتير مهمة، لأنه نحن دائما بنشدد، وهي مؤسف مثلا مثل بعض المصلحين بأوروبا قالوا فإذن كلنا سوا بجهنم وربنا بيشيل، رح يشيلك انت بس حيخلي جوزيف تحت جهنم. يعني بنحسها بطريقه هيك اعتباطيه، يعني اعتباطيه فلان ولا ما فلان. اليوم نحن لازم نعرف دائما، حتى بس قولوا الايمان، الايمان هو نداء من الرب وجواب من الانسان، وجواب من الانسان، ولا ما في ايمان. الرحمه نداء من الرب، يعني اذا بدك انت بنتك امراه شهرين برضه سنتين ثلاثه تعيلي عنده، هي بترفض. فاذا معناتها لما انا ارحم من ارحم، لما الانسان بيرفض رحمه الله معناتها رحمه الله ما بتحل علي. وانت قلتيها هك ساعه، هالشخص توسل اليه ابوه، تفضل شاركنا بالعيد، ضل برا ابن الاكبر. فاذا كانه الاب ما دعاه، ما قاله تفضل على الحفله. طب الايه 20 كمان بيقول مربولوس، ايقول المصنوع للصانع لماذا صنعتني هكذا؟ اراد الشعب الاول هون انه ان يجادل الله بتصرفاته. طيب الا يحق للانسان مثلا ان يتصرف هكذا، ان يجادل الله؟ ليش انت خلقك مره وانا خلقني شاب؟ لا لازم نجادله ونقول له الفهد يا رب، نقول له انت مغلط، كيف تخلي انا مره وانت زلمه مثلا؟ ما بيأثر، بس انه ما بيأثر. ما نحن قد ما مع بعض ما صرنا فرد قلب بالنسبه لكلمه الله. بس اليوم كثير مهمه، ليش خلقني بهالمحيط مش بهالمحيط؟ شفتي كيف؟ وعطى مثل مأخوذ خصوصا من إرميا. إرميا بيقول لك انا عملت مثلا هذا بريء، عملت هذا استعمال ما بيسوى، اذا بدك هذا عملته بو زهر غير مطرح، ليش عملتني؟ هاي المناقشة، هاي مينك انت تناقش ربنا؟ اول شيء اذا انت ولدت، انا نحن والمشاهدين كل واحد مفرد بوريده، هيدي أكبر نعمة، أكبر نعمة إنه ربنا حب يحط فينا صورته، خلقنا، عطانا هالعظمة، يهيئنا للخلود، جانا نحن شارعه لأنه خلقني أسمر، مثل أشمر أو أبيض أو أحمر. بتشوفي هيدي
من هون مار بولس كثير قاسي لهالقضايا، لانه شو عم يعملوا هن؟ هن عم يتعدوا على ربنا اليهود اللي ضلوا برا، انه ليش عملت هيك؟ هن هو عم بيحكوا يمكن انه ليه راح لعند الوثنيه، انه شو كان اساس الجدل؟ هو اذا بتاخذي اول شيء دائما بتقرا النص بالاساس. نعم بالاساس بيقول له هون لماذا صنعتني هكذا؟ بس صنعتني هيك، ليش عملتني هيك؟ ليش عملتني قصير مش طويل اشقر كذا؟ انه اليهود هيك كانوا عم بيجادلوا الله بهداك الوقت، ما هن تيوصلوا انه انت بشريعك ما بتسوى، لانه بشريعك بتسوى ما بتتركنا، بينما عمليه مين ترك الثاني؟ هن تركوا الله، هن تركوا الله. شفتي كيف؟ فاذا هون كثير مهم نحن بعض مرات بنحط حالنا، ليش قلنا نحن ربنا بيختار الضعيف، يختار الثاني، يختار الصغير، داوود اصغر واحد بالبيت، لانه الانسان اللي بده يتكبر على الله ويشوف الله ابقش فيه يتقبل عطايا الله. نعم بينما الضعيف بيكون عارف يعني يعترف بضعفه وبحاجه لله يسمد قوته منه. ليش مثلا لو واحد بيسخن بيطلع بربنا؟ لا بيكون صار ضعيف صار ضعيف، حس انه بحاجه الى ربنا. ليش بيقولوا الغني يستغني عن الله، القوي يستقوي على الله؟ من هيك مثلا هالناس الظالمين بيحسبوا هذول هن اقوى من الله. مثلا ذكرنا مثلا داوود مره من المرات، داوود شو قال؟ شو وصايا الله؟ انا باخذ هاي بتشابع وبقشطها من جوزة وبقتل جوزة بطريقه كثير سافله لاني انا بدي بعمله. نعم شفتي كيف؟ لما تواضع قدام الرب وقال خطئته، رجع ربنا كمل مشوار معه. نعم بالآية 22 أبونا في غضب الله ورحمته، وبيقول أنه شاء أن يظهر غضبه ويعلن قدرته، فاحتمل بصبر طويل آنية النقمة التي للهلاك، كما شاء أن يعلن فيض مجده في آنية الرحمة. ما فهمت أنا هيدي أول شيء اللي ما فهمته أساسا، أنه عم يحكي أنه الله شاء أن يظهر غضبه، ونحن بتقلنا دايما أنه الله هو أب ولا يغضب، وأنه الغضب هو شعور إنساني والإنسان بحطه لالله. فكيف نقرأ هذه الآية؟ أول شيء الغضب ننتبه بدك تنطلق دايما أساس. نعم بس تنطلق من هالأساس كل شيء يفهم. الله بي أم، الله بي أم، الأم ما عندهاش رحمة أكيد، البي ما عندهاش محبة أكيد. فإذا تنطلق منها شو معناتها الله غاضبة؟ أنت مثلا ابنك حطيت عليه 5 ملايين ليرة تتعلم، وإجا بآخر السنة جاي ساقط، شو غضبك أنت؟ ألم بقلبك، حزن بقلبك، إنه ابني اهتميت فيه كذا تعلمه بأحسن مدرسة. الغضب مش انه بدك تفطس ابنك رح تقتلي انت ابنك. نعم نحن بنوص يعني بنربطها انه غضب الله يعني انتقام من الله على الانسان. صار ساعتها هو ألم. نعم. أهم شيء غضب الله هو ألم. إذا بتقري مثلا سفر القضاة بيجي بيقول لهم لك أنا مساحتكم، لك ليش؟ بيستقبوا يوشع، قولوا لي شو لازم أعملكم بحلو ما عملتلكوش. فإذا هوني غضب الله هو حزن وحزن كبير. وحتى ما بيقول هوني مربولوس، رح اقول مربولوس بعد شوي لما قال، بيقول يا ريتني محروم. اذا مربولوس قال يا ريتني محروم من اجل اي حديث بالتسعه، لو عذبنا المشاهدين بيقول هوني بالتسعه 2 اني حزين جدا وفي قلبي الم لا ينقطع، واني اتمنى لو كنت انا ذاتي محروما ومنفصلا عن المسيح في سبيل اخوتي بني قومي في الجسد. اذا مربولوس وهالقد حزنان عم يبكي الله. لانه هودي اللي ضلوا 2000 سنة مع ربنا وقت اللازم ما كملوا الطريق مع ربنا. وهون بنفهم ساعتها حالا الغضب الله هو حزن، هو ألم في قلبه. كل شيء اعطيناه هون، الوعود، المواثيق، الكذا، انتهى الخبريه هون. وبنرجع الشيء ذاته. فاذا هون ربنا هو بغيرش ربنا. انت بتاخذي اذا بدك الغضب
يعني بتصفي برا ساعتها ربنا بيحزن عليك، أو تاخذ الرحمة وساعتها ربنا بيتمجد فيك. كتير هون عم بيشدد هو تصرف الإنسان، ربنا ما بيغير، ربنا بيقول لك أنا إله، بهوشع فصل 11 أنا إله لا إنسان، أنا قدوس، أنا ما بغير، أنا أنتوا بتغيروا. شفت كيف؟ هلأ بدكم الرحمة تاخذوا الرحمة، وبدكم الغضب أنتوا بتاخذوا الغضب، بس الله لا يتغير أبدا. وبرجع بقول غضب الله أهم شيء، هو حزن، هو ألم، إني أنا كل شيء اهتميت فيكم واعطيتكم ورفقتكم، بيقول بأحد المزامير حملتكم كما على أجنحة النسور. أبونا الوثنيين ينالوا البر بالإيمان، أما اليهود فعثروا لأنهم يمكن تمسكوا بالشريعة، رفضوا يؤمنوا. نعم، بدل ما يتمسكوا. هو شو الإيمان؟ بالإيمان. الإيمان استسلام. نعم. رفضوا أن يستسلموا للرب الإله، لذلك ضلوا برا. الوثنيين نحن ما عندنا شيء، ما عندنا شيء، ناطرين من ربنا كل شيء. نعم. إن حسبوا عندهم كل شيء وماش ناطرين من ربنا شيء. ليش ناطرين مثلا؟ بيقولوا مثلا إشعيا، ليتك تشق السماء وتنزل، ما نزل. نعم. كيف استقبلتوه؟ دمه علينا وعلى أولادنا. لم يستقبلوه. شفتي كيف؟ نعم. جاء إلى خاصته وخاصته لم يعرفه، لم تقبله. أيه؟ لم تقبله. جاء إلى العالم، العالم لم يعرفه، وجاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. أما الذين قبلوا فجعلهم أبناء الله. وشو بيقول؟ وهون منكمل كتير حلو، ها، لا المولودين من الجسد، ولو أمي مسيحية أو بي مسيحي، لا المولود من جسد ولا المولودين من إرادة بشرية، بل المولودين من الله. نحن نولد من الله بالمعمودية المقدسة وبالإيمان. بالإيمان من آمن واعتمد يخلص. فإذا نحن كيف صرنا أبناء الله؟ بالمعمودية وبالإيمان. هن رفضوا الإيمان ورفضوا المعمودية، هن بالجسد، أبناء الله مش بالجسد، أبناء الله بالروح. فإذا لا المولودين من الجسد والمولودين بإرادة إنسان، بل من الله ولدوا. نعم. ساعتها ليش ولدوا؟ لأنه الكلمة صار بشرا وسكن بيننا. كنت بدي أقول لك عن في آية 33 بركي نختم فيها أبونا، عن حجر العثرة. أما أنا أضع في صهيون حجر عثرة في طريق الشعب وصخرة سقوط، فمن آمن به لا يخيب. ماذا تعني هذه الآية؟ وهيك بنشوف نحن اليوم كمان، هل بعدنا عن نتعثر لما مش غيرنا صدقنا؟ في صخرة إذا غمضت عينك شو بتعملي؟ بترق فيها. بترق فيها. وبوقع. إذا فتحت عيني شوفها. هذا هو الإيمان، يجعلنا نرى ما لا يرى. وهون نرجع يوحنا كمان. نعم. الأعمى منذ مولده، الأعمى منذ مولده شاف يسوع المسيح وركع قدامه، وهوديك فضلوا يغمضوا عينيهم ويبقوا عميان. لهالسبب ضربوا بالصخرة ومعرفوا أبدا أنهم يحيدوا عنا، أو إذا بدهم بقوة المسيح، لأن المسيح قال إذا كان عندكم إيمان عقد حبة الخردل، مش بس الصخرة، الجبل بتحطوه كله سوا بالبحر. ما نتقدي أبونا إيماننا بعد وصغير، يعني بعد ما عم نزيح جبيل. أنا قدي إيماننا صغير، مش ضروري يكون جبل. لما بتربي أولادك مع الصعوبات وكذا، مش في إيمان؟ لما أنا بعيش كهنوتي، لما فلان بعيش رهبنته، لما ست بتضحي هالقد، لما هذا بيتحمل الألم، هذا كله عم نقيم الجبال. أوه. عم نقيم الجبال، مأكد مش ضروري. ليش ودي قيم الجبل حطوه بالبحر؟ ملوش قيمة يعني. لا طبعا، مش هي هاي تقول انه الاشياء يعني المستحيلة. نعم، بتصير. ياما في ناس، انا بحكي ككاهن وفي كتير كهنة عيتسموا علي، ياما في اشخاص كان مستحيل وقدرنا حقيقة حولنا لهم حياتهم، مأكد مش بإيدنا. نعم. بإيد ربنا. بس لانه حطينا ايدنا بإيد ربنا،
هزينا الجبل وغيرنا قلوب الناس. حلو كتير أبونا، رح نكتفي بهالقدر بالنسبة لرسالة بولس الفصل التاسع، ورح ننتقل للإيميلز. إيميل من عزيز إبراهيم بيسأل: كيف نشعر بوجود الله؟ نشعر بوجود الله لما اللي أنا بقعد قل له يا ربنا أنا حاضر، يأتي إلي الرب بكل بساطة، تكلم يا رب فإن عبدك يسمع. كيفول العسل، ادوق العسل بس. نعم، أنا بقول له اقعد وهيك على بكرة خمس دقايق، بقول له يا رب أنا هوني، عبي لي قلبي بحضورك، ومرة على مرة بصير يدوب قلبه مع قلب الله. يعني هيك بس بالصمت بس بالهدوء. هل ربنا كي بيحكيك بالصمت والهدوء، ادخل مخدعك واغلق بابك علي خلاص. نعم اوكي. كريمة سوا بشكرك على تقديرك للبرنامج. رودي رياض بيقول بانجيل لوقا فصل 7 بيقول المسيح: لأنني أقول لكم أنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه. ما معنى هذا؟ مبين ما هو في مقابل دائما عند لوقا بين يوحنا المعمدان ويسوع. يوحنا المعمدان هو آخر الأنبياء، خاتمة الأنبياء، يحمل الكلمة. هو يسوع هو الكلمة. يوحنا المعمدان هو مولود من الجسد بس بينما يسوع ابن الله. نزار الياس كمان شكرا على الايميل، بيقول بروما 7:3: المرأة المرتبطة برجل ما دام حيا تدعى زانية ان صارت لرجل اخر، ولكن ان مات الرجل فهي حرة من الناموس. هل هذا تأكيد على استحالة الطلاق لأي سبب؟ مش هيدي غير شيء، هو أخذ مربولوس هالفكرة هيدي، أخذ مثل قال أكلمكم كبشريين. هيدي ما ناخذ نحن المثل كأنه حقيقة، مش داخل أبدا بالمرة. اليوم هو عم بيقول بروما، عم بيقول عند روما، مش عم بيحكي عند المسيحيين. عم بيقول المرة ما دام مجوزة مرتبطة بجوزة، الملي بموت جوزة صارت حرة تتجوز بدها إياه. مش عم بيحكي عن الزواج، ومش عم بيحكي عن مستوى المسيحي. مربولوس لما اخذ هالبتل قال لهم دائما اللي بيسالوك هالسؤال وانا راح اقول لهم كلهم سوا، دائما خذوا السياق، ما تاخذوا مثل يعني بعض الفئات ناخذ الجمله مشيلها هيك. لا، هو قال اكلمكم كبشريين وعطى مثل بس استخرج منه غير شيء بعدين. قال له كمل القرايه يستارس منه. عم يسمعك نزار لانه من الاشخاص المتتبعين جدا لبرنامج الكلمه والمعجبين جدا فيك ابونا. خلينا اياكي يعني بكون ما عجبوا فيك وصل لعندي انا. نشكر يسوع نشكر يسوع. بس اللي كثير مهمه كثير مهمه، وهلا بنصحه هو يشوف كيف مربولوس عطى هالمثل وكيف طبقه بعدين. نعم. سابع كوريال كمان بتشكرك على الإيميل. كمان في بعد إيميل من نزار بيقول: لقد جعلتني استقالة البابا أشعر بقيمة وأهمية الوقت الذي أقضيه مع الله في الصلاة، والذي دفع البابا ثمنا له أغلى منصب في العالم. فما رأي أبونا في هذا الدرس الذي أعطى أو أعطى من يظن أنه فقير المنصب ووحيد بأن البابا اشترى هذا الفقر بثمن باهظ؟ أشو الثمن باهظ؟ ما دفع شيء أبدا لأنه كبير. قال لك أنا عمري 86 سنة، فضل أعطي المحل لشاب أكثر مني، وهو قال من أجل خير الكنيسة. نعم. كتير مهم نحن بالحياة المسيحية ما بنتعلق بالوظيفة، وإذا تعلقنا بالوظيفة ما بنكون مسيحية. إذا نحن فكرنا أن إذا صرت أنا خوري أو مطران أو بابا صرت أهم، لا ما لها أبدا قيمة. كان يقول لهم وصولي بالتخلي، كان يقول لهم قديس أغسطيني، يقول لهم أنا مثلي مثلكم، لكن أنا كأسقف راعي نفوسكم. فإذا هو ما تخلى عن شيء أبدا،
هو عمل ما يجب أن يعمله كل شخص كبير بالعمر. وساعتها بيقول وهيدي فعل تواضع، وخصوصا محبة الكنيسة، لما أنا أبقاش فيي أخدم كنيستي لأني صرت كبير بالعمر. شفني مثلا بلبنان كنت تعبان، هذا أنا بتمنى يجي حدا غيري، وأنا رايح إلى الصلاة وإلى الكتابة رح يرجع يكتب. لأنه من أكبر اللاهوتيين بالعالم. فهذا ما فكر أنه شو دفع الثمن، ما دفع شيء أبدا، ما دفع شيء أبدا، بالعكس بدل ما يدفع يمكن ربح. كل ده احترمناه وقدرناه. شوف البطرك مثلا كم مرة بطرك رايح يحكي عنه، كل ده احترمناه وقدرناه. أنت هلأ صرت مريض، أنت باش فيك كذا إلى آخره، أو صرت كبير بالعمر، في أحلى منها تعطي الكنيس، مش بتعلق ببلواساز ولا يوحنا بولس الثاني ولا بأي شخص. الكنيسة باقية ونحن منروح، نحن منروح على السبعة كل حال. نعم. باسل بيسأل كمان عن لوط من بعد خروجه من صدوم وعمورة، بيحكي الكتاب عن علاقة جنسية بين لوط وبناته، هو كان سكران، هل الحادثة حصلت بنظر الكنيسة وما رمزيتها؟ أفيش عندك ولا مرة بتاريخ الكنيسة شخص بينام مع بنته؟ وتاني شيء على كل حال، لوط اللي ترك عمه إبراهيم ضيع خلاص بكل بسيطة، عمل خطيئة طويلة عريضة. تعتبر خطيئة الأول، كان سكران والسكر ليش عم يسكر؟ هو السكر الخطيئة وكله سوا لح بعضه. وتاني شيء عمل مشين، إن كان من بناته وإن كان منه هو، شفت كيف؟ وبعض مرات كتاب مؤنث بحط الحق على النسوان على البنات، بس مأكد خطأ كبير. وهو على كل حال لما ترك عمه ونقى صدوم نزل قد ما بده. مع بس انه ابونا هنا قصده يمكن كان منيح انه لانه ما في نسل، مش هيك؟ ما هي هيدا اللي الكتاب بيقول. لا لا نحن ما لا نعمل الشر ليخرج الخير، لا يخرج الخير. مش في حدا خلص خلصت البلاد كلها سوا؟ لا ما بيسوى ابدا. ويمكن هو كان بده، يمكن ايش عارف. بس اليوم مهم جدا بحد ذاته، عمل مشين. هلا الحق عمل ربنا بيحكم، بس عمل مشين جدا. لكن ما عنده رمزيه، يعني هو يعني كحدث ده ما عنده رمزيه، ولكن ما فيش رمزيه ابدا. حكم عليك انه خطأ كبير. هلا مثلا هن كتبوا غير شوي السبب، بس بقول خطا كبير. وهون نحن، وخصوصا لما اللي ترك لوط عمه صار يتراجع، بعدين اختفى ما عرفنا عنه شيء ابدا. نعم. لو يبقى مع عمه ابن الإيمان كان بعده باقي. نعم. استير خاجو كمان بتسلم عليك أبونا، ورح بتكون دايما بصلاتنا يا استير حتى ربي يقدم لك الصحة. مازن عزيز بيسأل عن كتيب من كاهن، يمكن اسمه خوسي من يانكات شي هيك ما بعرف، وهو شهادة عن زيارة السماء والمطهر من قبله، يعني هو هيدا الكاهن الزار السماء والمطهر، ثم عاد إلى الأرض ليوصل رسالته مرة أخرى. هل هذا الكتاب أو الشهادة المذكورة صحيحة كما هي مذكورة؟ صحيحة. خلي يقرأ دانتي ويمصد فيه عشان هاو كلهم سوا. نحن إنجيلنا عطينا كل شيء. دانتي بيقول له هو سافر على جهنم وعلى السماء، عمل كل السفريات. وقبل دانتي كمان كتير سافروا لا هونيك من ايام افرام السرياني. هودي كلهم سوا شعر، هذا شعر وخيال. شو ابونا اللي بخليك هالقد اكيد، يعني مع انك ما طلعت على هذا الكتاب؟ انجيلي بالانجيل اللي بيرفض، يعني في عنا رفض لهيدي الامور، او انه ما الى لزوم، يعني طالما عنا الانجيل ما لازم بقى نقرا هيك كتب؟ لا بدي وقت، لانه في كثير ناس بتسال على هيدي الفكره. كل هالكتب التي لا تتوافق مع الانجيل خلص، وانا ما بلعب الانجيل او لا شيء. نعم. وكل شيء بحب يتوسع. نحن ليش سمونا، ليش نحن برنامجنا عملوا 100 برنامج قالوا الكلمه؟ ليش الكلمه؟ نحن عم نجرب نكون اقرب شيء الى الكلمه، واذا لا سمح الله بعدنا بنكون مغلطين. ايه نحن مش عم نحكي من عنا، اذا بدنا نحكي من عنا قد ما بدك بنحكي وبنصف حكي. فاذا كل هالخيالات راحوا وزاروا وشافوا السماء وجهنم والمطهر واليمبس وكلها سوا بتشوفوهم، هو كلهم سوا، هذا عالم الخيال.
نعم. إنجيلنا واضح جدا جدا جدا، نحن أبناء الله وبيتمنى ربنا يستقبلنا مثل أولاده. نعم. أي. كمان إيميل من مدام صقر بتسأل إذا ما قدست يوم الأحد هل هي خطية، علما أنه عم تقول أنه هي كتير مؤمنة وكتير بتصلي لكن أشغالها بتمنعها من الذهاب إلى الكنيسة. أول شيء الأسبوع 176 ساعة، فاش تعطي الساعة لربنا؟ بعدين خصوصا لإنسان أحد وراء أحد ما بيسمع قداس وما بيريد يسمع قداس، هذا اصحى يضحك على حاله انه مؤمن، هذا كذاب مستحيل. اذا نحن ما جينا مع الجماعه وعشنا مع الجماعه وسمعنا كلام الله واكلنا جسد الرب وشربنا دم الرب وتقوينا بعضنا، بتقولي لي عنا ايمان؟ لا، في على التذكره بس. بس هي عايشة عم تقول يعني مسيحية، هي بتقول كلنا بنقول، ما في أول بنقول، مش نحن بنقول، الإنجيل بيحكم علينا. بالإنجيل وين بعدين بيقول لنا قدس يوم الرب؟ بالإنجيل بيقول قدس يوم الرب؟ إيه، ما بقوله يسوع والعهد القديم ديجا قايلها، مش بس، فإذا قدس يوم الرب، هذا اليوم مش لنا، هذا اليوم الرب هذا. هلا أنا بفهم مثلا مرة عندها طفل بتغيب مرتين ثلاثة أربعة، أو عند مريض مرتين ثلاثة أربعة، بس الإنسان يقول وهيك أنا، وبس رسالة العبرانيين كتير قاسية، يقول في كتير ناس عم يتغيبوا على الاجتماع الأسبوعي. أول شيء لما أنا بغيب، أنا برعية، لما أنا بغيب الجماعة بتخسر لأني أنا غبت، وخصوصا أنا اللي بخسر لأني باخدش القوة من إخوتي وخياتي. نحن أبونا هلأ بدنا نغيب شوي صغيرة، ما رح نخلي حدا يخسر، ولكن استراحة وبنرجع مشاهدينا لحتى نتابع ما تبقى من الإيميلز، ولكن رح ناخذ هلأ الاستراحة، خليكم معنا. وصلنا مشاهدينا للقسم الأخير من حلقتنا، ولكن قبل ما نتلقى اتصالاتكم مثل ما هو مفروض اسمحوا لي تابع مع بعض الإيميلز لحتى ما نكون عم ننطر الأشخاص اللي ناطرين إجابات. أبونا منتابع مع عزة من مصر، أول شيء بتشكرك عزة على محبتك، وبتسأل ماذا يقصد يسوع بقوله في إنجيل متى الإصحاح 7 لا تعطوا القدس للكلاب ولا تلقوا جواهركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وترجع فتمزقكم. دائما الكلاب والخنازير هو رمز للذين ليسوا، كانوا اليهود يستعملون من الشيهود وظلت ما هي للمسيحيين، فإذا كانوا أهم شيء لما كانوا يمارسوا الأسرار ما كانوا أبدا يسمحوا لغير المسيحيين يفوتوا ويشاركوا بالأسرار، مثلا يتناول أو شيء. بس هالكلمة هيدي الكلمة إن كان كلاب أو هيدا يعني الذين هم خارج الكنيسة، هي رمز مش حقيقة. فريدريك كمان بيسأل كيف المسيح تجسد قبل الخطيئة؟ فهو تجسد على ملء الأزمنة ولم يتجسد قبلا. فكرة الأب بولس تلامس فكرة أوريغانوس الذي قال بوجود الروح قبل التجسد. لا، نحن عم نحكي شدا. أول شيء نحن بالعالم الشرق ما عندناش روح جسد ونفس، هيدي عالم اليوناني شو بدنا منها. نحن بالنسبة لنا المسيح هو بكر الخليقة، إذا كان بكر الخليقة يعني هو قبل الخليقة، لأنه به خلق كل شيء وبدونه لم يكن شيء مما كان. إذا يسوع بمخطط الله هو في البداية. هل عمليا تاريخيا تجسد منذ 2000 سنة، فإذا ما أنه قبل الخليقة لا يمكن أن يعرف الخطيئة. وفي أي حال بيقول بربولوس جعله الله خطيئة من أجلنا، يعني حمل كل خطايانا حتى يصلبها على الصليب ويبررنا وخلصنا يبررنا. نحن وين نحن؟ صرنا أبرار بال من حد برسالة روما، أنت صح لقتيها، بس نحن بحاسب برسالة روما يبررنا يعني يجعلنا أبرار.
بس قلتي انت كثير حلو يخلصها، بس انا تنضل بجو. هيك لانه العالم هيك بيقولوا يعني. انه احد الخطيه اللي يخلصنا من الخطيه يعني. انه هيدا لا يبررنا يعني يجعلنا ابرار قدام الله يقدسنا. رامسن من العراق بيقول: قال المسيح عندما تصوموا فلا تكونوا كالمرائين الذين دائما يتباهون بصومهم امام الناس. وبيقول انه اذا تعرضت للسؤال من احد الاصدقاء باني صائم ام لا، فاذا كنت صائم وقلت له لست صائما، هل يعتبر هذا نوع من الكذب ام انه ممنوع مسموح بهذه الحاله بان اكذب لكي لا اتباهى بصومي امام الاخرين؟ خليك بكل بساطه، مثلا تفضل كل أنا صايم بكل بساطة، بس مش أنه مش عارفين أنا صايم، فأذن هوني بكل بساطة. تفضل تروق معنا أنا صايم وبس، بيقولها بكل بساطة. ليش بده يكذب؟ هو هيك أول شيء ما عم يطلب المسيح. من يستحي به قدام الناس أستحي به قدام أبي الذي في السماوات. لا أنا صايم، تفضل تروق معنا، شكرا أنا صايم. بيقولها بكل بساطة، بدون اي تبجح، بس هو صار يخبر شفتوا كيف بصوم انا كذا، هاي التبجح. ممكن عم بحكيها للمرائين يعني بهذاك الوقت يسوع، انه لانه كانوا يتبجحوا وكانوا وهلا في ناس بتتبجح بعد المرائين موجودين. نعم. كمان رمسن من بغداد بيسال: اذا كان المسيح فعلا هو الله، اذا لماذا جاع بعد 40 يوم؟ لان العقيده الكنسيه تقول بان المسيح له طبيعتين بشريه والهيه، ودائما هاتان الطبيعتان مرتبطتان ببعض، فهل المسيح صام مستعملا الطبيعه الالهيه ام صام مستعملا طبيعته الانسانيه، علما ان الانسان يستطيع ان يعيش بدون طعام لمده 40 يوم لكن دون ان ينقطع عن الماء؟ اول شيء الصوم احنا مش عم نعمل هلا لدي راسي لا علم نفس ولا علم ولا علم ولا طبيه. نحن اللي عم نقوله في هون اهم شيء، المسيح صام مثل ما عملوا ايليا وموسى اللي كانوا معه وقت التجلي، لكن هنا كثير مهمه الجوع، عم كانه عم بيعيش خبره الشعب العبراني بالبريه. من اللي جاعوا صاروا يتذمروا، بينما هو لبث بدون تذمر حتى يقول كل هالتذمر السابق حمله يسوع، حمله يسوع، فهمت كيف؟ حتى يعمل مشيئة الآب السماوي. بختام الإيميلز منصلي على نية فيرا ريحاني يلي طلبت أنه نكون عم نصلي مع على نية أبونا بطرس حجازين، أبونا وسام منصور، أبونا فراس نصراوين، أبونا فرح حجازين، وأبونا رفعت بدر. كمان منصلي على نية سام خوري، هيام عيسى، زينة معوض، ندى أسمر، أنطوانات سمير، لوكاس فايز، مين كمان؟ منى عيد، وبعتي اسامي بنختم فيها ابونا. فاذا مشاهدينا هلا رح نفتح مجال لاتصالاتكم، اذا بتحبوا تكونوا عم بتشاركونا بموضوعنا فيكم تتصلوا فينا على رقمنا 01-444-501، واذا كنتوا خارج لبنان ما تنسوا تحطوا الكود 00961 1-444-501. اتصال اول، سلام المسيح. سلام المسيح. سلام المسيح. نعم، مش عم نسمع، يمكن مش لازم تعلوا لنا الصوت او تخلونا اسمع بالايربيس او يبعد. الو، سلام المسيح. سلام المسيح معك، مين معنا؟ انا فراس من الامارات. فراس، اهلا وسهلا. من الامارات. تفضل يا ابونا. اهلا وسهلا فيك. أنا بتذكر أبونا حضرت لك 3 محاضرات لما جيت في 2009 على أبو ظبي. خليني نشكر الرب عليك أبونا. الله يقويكم، أنا بتذكركم أطيب ذكريات. يخليك، عندي سؤالين لو سمحت. أهلا. أول سؤال أبونا على العشور. إيه. هل هي فرض بالمسيحية؟ لأنه بالعهد القديم كانت هي فرض. بالعهد الجديد ما ذكر الرب يسوع الا بآية واحدة بمتى 23. المسيح السؤال الثاني. السؤال الثاني ابونا، نحن نعرف رؤساء الملائكة ميخائيل ورافائيل وجبرائيل،
إسرائيل مين؟ يعني شو هل هو ملاك خير، ملاك شر؟ ما في غموض حواليه. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك. ونحن دائما متذكر أحلى أيام قضيناها معكم بالإمارات. أول شيء نحن بوصايا الكنيسة ادفع العشر. هلا بس نحن مبدئيا المسيح ما فرض أي شيء، لازم نعرف هالشيء، ما فرض علينا أي شيء يسوع المسيح، لأنه حسبنا نحن أبناء والأبناء ما بيفرض عليهم. هلا الشيء المهم أنه نحن بدنا نسلد كنيستنا، نسلدها كنيستنا، يعني إن كان الكنيسة إن كان خدام المذبح إلى آخره. فأذن نحن أفيش فرض، بس المحب لا، ما بنفرض على المحب نحن. الشيء الثاني لما يقول ميخائيل من مثل الله إلى آخره، عزرائيل يعني عون الله. بس على كل حال أبعرش كان موجود هالاسم بالكتاب المقدس، نسي أنا، إذا تلاقي خبرني عنه. هلا صار له معنى بشع أنه عزرائيل يعني جاي يأخذ شخص شيطان الموت. يعني شيطان إيه. نعم. بس عزرائيل معناتها عون الله، عون الله أو معونة الله. بناخذ كمان على مشاركة. سلام المسيح. ألو سلام المسيح. سلام المسيح في قلبي كمير تيريز. أهلا سميرة. نعم تفضلي سميرة، كيفكم؟ الحمد لله. صوم مبارك. أهلا. أنا بس بدي لكم شغلة بالنسبة للموضوع اللي كنتوا عم تحكوا فيه، إنه كيف الإنسان بيكون مخير أو مسير. بيكون مسير أو مخير، هو بيختار من وراء تربيته الصالحة، من وراء رحم صالح، من وراء أم وبي صالحين، من وراء كنيسة صالحة، من وراء أخوة، من وراء أصدقاء رفقة. نعم. بالمدارس، بالجامعات، بالوظائف، بالبنوك، وما كان يكونوا. نعم. برجع لتاني شق من الموضوع، معلش دايما أنا بتعبكم معي، لأنه يسوع ما إجا هيك ومريم ما إجت هيك، نحن ما جينا هيك، نحن رسل، نحن الصوت الصارخ بالبرية لازم نكون. يوحنا المعمدان بينحكى عنه بيقول برسالته هو وبولس يلي تحمل كتير، تحملتوني أنا غبرت سرميته، غبرت سرميتكم. بس بشكر الرب إنه مرة الماضي دقيت وحكيت، قلتلكم بس صلوا على نفس أختي، إنه أختي فاتت عمل عملية كتير صعبة. بشكر الرب، بشكركم، بشكر. نعم. أهلا وسهلا فيك. اتصالك سميرة خليكم لبعضكم. وأختك رح تكونوا دايما بصلاتنا. اتصال جديد، سلام المسيح. مساء الخير. مساء النور. أول شيء صام مبارك للجميع. مرسي وإلك كمان. من مسيك مونسنيور فغالي. خلينا إياك. داني فغالي معك. أهلين داني. في عندي سؤال بلوقا 4 آية 18. لما بيقول الرب يسوع روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. وبمتى 5 بالتطويبات 8 اللي سلمنا إياها الرب كمان، بأول طوبة بالآية 3 طوبة للمساكين بالروح. نعم. لأن لهم ملكوت السماوات. شو بيعني فيها الرب يسوع المساكين بالروح؟ بالروح ما المقصود؟ أهلا وسهلا. نعم. أول شيء أول جملة هي مأخوذة من إشعياء 61 لما المسيح حب يكون بخط العهد القديم وقري هالنص وبيقول اليوم تم هذا الكلام الذي سمعتموه. هذه كتير مهمة كان موجود. هلأ المساكين بالروح يعني عندهم عدم تعلق بأي شيء، يعني روحهم هي روح مسكينة مش متعلقين بشيء، لا بمال لا بعظمة لا بوظيفة، مش متعلقين بشيء أبدا. هاي المساكين بالروح، وهيدي كتير مهمة. بيقول لها مربولوس ولو اشترينا كأنه لا نملك، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، حتى جرد التام لأنه نحن يكفينا أن يكون الرب لنا. نعم. نشكر اتصالك داني ومناخد كمان مشاركة. سلام المسيح. ألو. نعم. مصور. مصور. مين معي؟ ألو مصور. عم بسمعيك مصور، مين معي؟ يعطيك العافية، معك مدام عزار.
أهلين مدام عزار. بدي وجه سؤال للمونسنيور لو سمحتي. نعم تفضلي. تفضلي مدام عزار. مونسنيور يعطيك العافية. خلينا إياكي. بالرؤية يلي هو بالإنجيل ولا مرة بس الكنيسة بتخبرنا عنه أو تذكر شيء هالمخاوف يلي منقريها. مثل إيش؟ سبعة وحوش كبار، اجر بالبحر، اجر بالماء، ولا مرة الكنيسة بتحكي عن هالموضوع ابدا. اجر بالبحر، اجر بالماء، اجر بالبحر، اجر ايه بالنار، هيك شيء مرعب نقريها بالرؤية. يوحنا بيكون عنده اجر بالبر واجر بال عم بيدعس البحر بالبحر، ما لا في هيدا الرؤية، في هيدا ما في. او المسيح ماشي على البحر والبحر علامة الشر، هو يدوس الشر او هو على الشط، بس اجرهان اجرهان لا مش موجود ابدا. هيدا في فرق نص، هيدا بإيليا النبي لما اللي بيكون على جبل كرمل وبيقول لهم تعرجونا في بين الجنبين، اجر بالفلاحه اجر كذا. انا بتذكر شيء هيك بالرؤيه وقت مره اشتغلناهم بس ما عندي ريفرنس هلا. بكل الاحوال بنجرب المسيح محك ما صار هالشيء هيدا. هلا بالرؤيه غير شيء، برؤيا يوحنا، بالرؤية مش المسيح هلا يا بنت، لا رؤية. لا مش المسيح، برؤيا يوحنا في هذه الصورة إنه يا بنتي إيه؟ حبيبتي هي أول شيء الإنجيل. نعم هالشيء مش موجود، خلصنا. هلا الرؤية الملاك بيكون هيدي علامة إنه السيطرة التامة على البحر وجه، بس مش المسيح. أوكي مش المسيح يا بنتي، لا ما نخلط بعضهم، ما دائما ننتبه مع هن الناس بيخلطوهم بعضهم كلهم سوا. المسيح اللي بيمشي على الماء حتى يبين انه سيطر داس على الشر على عالم الموت. هيدي غير شيء، هيديك الرؤيه بدنا نحكي عنها اذا بدنا، بس هيدا عم بقول حتى انه هو كله سوا تحت سلطه الله. مدام عزار بنشكر اتصالك وبناخذ كمان مشاركه. سلام المسيح. سلام الرب يسوع مرموره. بقلبك فدات أشوار أبونا، ما تنسوا أبونا بالقداس ومرمورة بصلاتك. عندي مهندس سؤال. مرة في شخص بتعرفي في عنا بلبنان شباب بحبوا اليهود، قال لي مدام اليهود شعب الله الخاص، قلت له هيدا قبل ما يأكلوا ابنه لله. يعني معقول واحد يتلك ابنك بدل شعب الله الخاص؟ مش معقولة. صحيح. أبونا هلا السيد المسيح لما نزل على الأرض تيبررنا من خطايانا ومن أشياء شنيعة فعلناها أو سنفعلها، هلأ لما الله بيكون محبة والله رحمة وعلى راسي وعيني، كيف قبل ابنه أو هو ينهان لهالدرجة؟ ولما بيقول السيد المسيح بالإنجيل نار لا تطفأ، دود لا ينام، وهناك في البكاء وشريف الأسنان، وقال كذا مرة وين جهنم وين، ما بيشير بعدين في عدة. أوكي وضعتك وضحت الفكرة. خلينا إياك الله قويك داشي بتحمس مشان يسوع المسيح، ما تخافيش. أول شيء يسوع انهان ونحن مننهان، يسوع شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. فإذا يسوع انهان أو كل لابشاوك أو جريدة، داش في ناس اليوم عم بينجلدوا وعم بيتعذبوا وعم بيحطوهم بالحبوس وظلما، يسوع بيقلنا إشعيا أخذ أوجاعنا وحمل عاهاتنا، ما راد يكون متميز عنا بأي شيء، أراد أن يكون مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح. معك من معنا؟ جمانة. جمانة؟ أيوة. نعم تفضلي. أبو فغالي عندي سؤال بحب استفسر عنه. أهلا. هل كل الأشخاص اللي برات الكنيسة هن منهم أولاد الله؟ وإذا لا شو مصيرهم إذا الله محبة ومسيح؟ أهلا وسهلا. أول شيء الكتاب المقدس بالفصل الأول بيقول خلق الله الإنسان على صورته ومثاله، رجلا وامرأة خلقهم على مثاله. فإذا نحن كلنا سوا صورة الله على الأرض، كل إنسان من مكانكم صورة الله على الأرض. كيف ربنا بيحكي؟ من خلال ضميره.
كل واحد عنده ضميره، وهالضمير هو صوت الله بقلوبنا، وهو بنبهنا إلى الخير وإلى الشر. لما قايين قتل هابيل حالا ضميره وبخه. هل نحن كمؤمنين نحن نشهد للمسيح، ولكن المسيح أعطانا كيف تكون دينونة، كنت جيعان كنت عطشان إلى آخره. إذا نحن منعيش المحبة على مستوى العطاء، ربنا بيقلنا تفضلوا لعندي. ناخد كمان مشاركة. سلام المسيح. ألو، سلام المسيح، اتصال جديد. سلام المسيح. أنا جوزيف تشاتشيلا من العراق. من العراق، نعم، تفضل. ممكن أحكي مع أبونا؟ أهلا وسهلا، أنا أتسمع علي. أبونا مساء الخير، شلونك؟ بألف خير الحمد لله. نحن قريبا نكون عندكم إذا الله راد. إيه، تحية خاصة من العراق إلى لبنان وإلى إلك الشخصي. إذا إيه، على كل حال سؤال حبيبي يما بس. إيه أبونا، السؤالي أقول بالنسبة للصوم 50 يوم. إيه؟ إحنا سنصوم أول أسبوع، الأسبوع الوسط وأخير أسبوع، ما بعرف بيصير أو 50 يوم. ممكن هذا السؤال، وأشكرك جدا. أهلا وسهلا. أول شيء لازم نعرف نحن المسيح ما أجبرنا بالصوم. المسيح قال إذا صمتوا هيك بتصوموا. هلا ليتورجيا نحن منصوم تنين تلاتة الأربع الخميس الجمعة، السبت والأحد نعتبرهم أيام فرح ما منصوم. هلا قديش بتصوم؟ أسبوع، ثلاث أيام، خمس أيام؟ ربنا بياخذهم بقدر إيمانك، بقدر إيمانك. نقول يسوع بالإنجيل إذا أنت صمت يوم أو 10 أو 15 يوم ربنا حقيقة، وأنت صمت بعمل بإيمان طالع من قلبك، ربنا بيعرف يعطيك أحلى مجازات. بيقول لك إذا صمت ما تخبر حدا، والله الذي يرى في الخفية يجازيك علانية. نعم، نشكر اتصالك، خلينا من العراق ونأخذ كمان مشاركة. سلام المسيح. سلام المسيح، معكم. ومعك مين معنا؟ أبونا عقوري من بوردو. أهلين أبونا. بدي أشكر أبونا الفغالي مرت الماضي هنالي إنه أعطيت بيتي للكريمية. ما بعرف في لغط على هالقصة. أنا تلينيير عملت ريبورتاج عن المؤسسة اللي أنا عملتها ميشيل الأيتام، وعلى حساب إنه وضحنا الأمور. الظاهر بدي يكون أبونا ما شافها، نرجع نوضحها عن جديد. هذا بيت أهلي، أنا اشتريته من أخوتي، مش بمصرياتي أنا، بمصريات المؤسسة، لأنه أنا أنشأت وقفية وبدي سلمها للكريمية، مش عطية، لأنه الوقف لا يعطى ولا يهب لأحد، إذا وقف لأنا لأ بنتزر أبونا. بس أنا فرحت بالعطاء. أنا ما مش عم بعمل هالتفاصيل كلها سوا، بس فرحت كتير أنه تركت وراك أنت وأهلك أطيب ذكر. نعم. إيه أنا بعتز إذا ما كانش كتير دقيقة. نحن قول. ايه بقى، انا هيدا البيت عملته للمؤسسة وتيكون ميتم للأيتام. هلأ نيجي اذا كانت الجمعية ما بتحب تستلمه كميتم، هالباب مفتوح لأي جمعية الكين بتحب تمشيه كميتم. يعطيكم العافية، الله يبارك اعمالكم. نعم، نشكر اتصالك ابونا. ناخذ كمان مشاركة. سلام المسيح. ألو، موديع الله معي. أهلا يونس، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا وقت بتعرفي عن بسنير الفغالي، في شغلة عم تنسيها، عم تعدي معه ستي سبعة دكتوراه، في معه دكتوراه مهم كتير، وهو صار حائز علي بالفترة القريبة. هي من الأهم الدكتوريات يلي شو هي يونس؟ هي محبة الناس. صحيح. نعم. أبونا فغالي الله معك. خلي ليك، يعني حقيقة عندكم كلمات واحد بيخجل بقد محبتكم ولطافتكم. ميرسي، كلك ذوق.
أبونا سيدنا في من في في محيط بالمعرفة يسوع حيدم حيدم ما بيسلموا على المسيحيين الأفغالي كيف ما كان. خلينا يعني بالفعل يا سيدنا يسوع يتباهى بهذا بهذا الفكر النير. لا شك إنه البابا قداسة البابا قدم على عمل بطولي. صح. وأنا برأيي إنه هو هيدي رسالة بحد ذاتها. اللي بدي أسأل اللي بدي أوجه لك يا سيدنا إنه اليوم وقت بيكون كاهن أو علماني أو أي مسؤول بالدولة وقت بيكون عم يوصل لمحل إنه ما عاد فيه عم يعمل الخير العام، ليش ما بيقدم على هيك أشياء أو ليش ما بينقال بيشيلوه؟ وطول عمرك. إيه يسلم حتم يونس. ونحن هاي اللي قلناه نتعود نحن نتجرد ما نحسب الكنيسة كل ملك بينا وهالوظيفة ملك بينا، نحن منروح والكنيسة باقية وربنا أبواب الجحيم لن تقوى عليها. نعم نشكر يونس على اتصاله ومنأخذ الاتصال الأخير. سلام المسيح. ألو سلام المسيح. بقلبك مين معنا؟ أنا عصام من ألبرتا بكندا. ألبرتا ايه هاي تاني مرة بيحكينا، أهلا فيك. ايه يا مضبوط منسنيير بولس. نحن ما أنا متشكر لكم جدا ماري تريز. شكرا. أنا دائما ببقى مبسوط إني إذا بلاقي فرصة أسمع لكم وأتعلم. هما سؤالين، السؤال الأول تكنيكال، إذا ممكن الحلقات دي تتسجل على اليوتيوب لأنه فرق التوقيت بيبقى صعب هنا في كندا إن إحنا نتابعها، لكن إذا على اليوتيوب في أي وقت ممكن نسمع ونتعلم منكم. نعم. ده أول سؤال. وتاني سؤال، إزاي نعيش إيماننا بروح الشهادة بكل اضطهاد اللي في الشرق؟ أنا أصلي مصري أرض العبودية لغاية دلوقتي، أهلي كلهم في مصر عايشين الاضطهاد بكل ما فيه، نقدر نقول اضطهاد دلوقتي بدون محاباة وبدون يعني مفضوح يعني. فإزاي نعيش إيماننا شهادة وحياة في زمن الاضطهاد؟ إزاي نحب بدون رياء وبدون جبن وخوف؟ لأنه أحيانا بنخبي جبننا باسم المحبة وباسم الغفران، وفي النهاية بنكون جبنا وخايفين ما نعلن الحقيقة. نعم. حقيقة إيماننا. إزاي نعيش إيماننا ويسوع اللي علمنا المحبة؟ لما لطم قال يا صاحب إذا عملت غلط قل لي، وإذا ما عملتش لماذا تلطمني؟ نعم أوكي وضحت الفكرة. وأبونا رح يجيبك على أهلا. السؤال الأول تاني. سؤال أنا بدنا بجاوبك، تفضل. بلشي بالأول أنت. لا ما علي هلا أنت بدأ، أنا بقولهم كلهم سوا. اليوم أول شيء الشهادة المسيحية هي أول شيء إن نعيش مسيحي. إن نعيش مسيحي إن كان بالضمير الحي، إن كان بالتعامل مع الناس، إن كان باللطافة، كتير مهم. نحن بالحي بنقدر نحط الخميرة منكون نور لحولينا. هلا في مرات لا، في مرات مش لازم نكون نحن جبناء، ربنا ما بيرضى هالشي. حتى يسوع لما ضربوه كف قالوا لا اشربتني، فأذن قل لي شو السبب. فأذن نحن وهون كيف نتصرف؟ نحن بنصلي وانطلاقا من صلاتنا نعرف ناخذ الموقف كل وقت له موقفه. نعم. ما فيش نعطي هاي قاعدة كذا، يسوع بيرفض هالقواعد. نحن بنصلي وانطلاقا من صلاتنا نحن بنتصرف كيف لازم نتصرف. أما بالنسبة للسؤال الأول أبونا، الحلقات كلها عم ترجع تمرق على الفيسبوك، يعني عندي على صفحة الكلمة في حلق، يعني كل حلقة بترجع بتنعرض إذا مش الأربعة الخميس. وفي كمان على الفيسبوك كمان ماري تريز حنين كمان بينزلوا الحلقات وكلها موجودة. بدنا نشكر كل الأشخاص اللي شاركونا، كل الأشخاص اللي عم بيحاولوا بعد يتصلوا فينا ولكن الوقت انتهى. بنصلي على نية الجميع ومنخص بالذكر بنوع خاص جيزيل تانيوس ولوريس بيتار رامي نادر، وبتشكركم كتير على كل اللي عم تعملوه لصفحة الكلمة. كمان توني عبدالله وكريستين غازاريان بنذكركم بصلاتنا.
سونيا بولوس، ليلى، هنا صبات، كامل زويدي، خلدون زويدي. كامل كنت طلب مني انه اذكر حدا بالصلاه، ولكن كامل بعتذر منك الاسبوع المقبل لانه نسيت الاسم. وكمان بنذكر عزيز ابراهيم، وبتشكر الجميع على التواصل الاسبوعي عبر الفيسبوك. بذكركم انه فينا نكون عم نتلقى اسئلتكم على عنواننا الكلمه@مرسات.tv. ابونا الكلمه الاخيره لك. بكره اي بكره ما في اعاده. لا اي نعم. الكلمه الاخيره، وكان سؤالك الرائع لما قلتي هوني الله يظهر غضبه والله يظهر جوده. الله هو يظهر غضبه للذي يرفض، وغضب ربنا هو على بقلبه. ولكن ربنا لما بيشوفنا نحن منفتحين الى عطاءاته بيفرح، كما يفرح البي والام باولادهم بحقيقه، لانه بيقول احد الاباء ايريني مجد الله الانسان. امين. حلو كثير. امين. فاذا مشاهدينا هيك بتكون انتهيت حلقتنا لليوم. موعدنا بيتجدد باذن الله الاسبوع المقبل مع حلقه جديده من برنامج الكلمه. بستودعكم سلام الرب يسوع. الله معكم.